محصول اللي هنستكمل سلسلة Delay Analysis and Extension of Time Claims، دي المحاضرة الخامسة. بنكمل في الديفينيشنز قبل ما نخش في الـ Delay Analysis Methods. كنا اتكلمنا على الـ Concurrency أو الـ Concurrent Delays والـ Fragnet. هنكمل بقى النهاردة، هنتكلم على السؤال الشهير Who owns the float، وبعد كده نكمل في الـ Disruption وبقية الـ Definitions. Who owns the float هنتكلم عليها من وجهة النظر التعاقدية وليس من وجهة النظر يعني إيه Free float أو Total float أو Negative float. لا، مكانه مش هنا. هنكتشف اللي هنتكلم فيه النهارده هيخلينا نكتشف ان الفلوت ده مثار نزاع او جدل ما بين الاطراف المختلفه في المشروع على احقيته تذهب لمين ومين اللي حقه يستفيد بيه. خلينا نبدا الاول نقول ان برضو دي من القضايا الجدليه اللي ما هياش محسومه في المحاكم او في المراجع. كل واحد بيتبنى وجهه نظر معينه وهنعرضها. لو بصيت في كذا ارتكل، يعني انا شدني جملتين في ارتكلز مختلفه بتتكلم عن there is no one answer to these questions، او ان مفيش definite answer للموضوع ده. هم يعني اللي بيألف كتاب بيشرح لك وجهة نظر معينة وبيقول لك على فكرة مش ده الحل ايه النهائي. طيب هي مين الأطراف اللي بتتنازع في الفلوت؟ هم الثلاث أطراف، الكونتراكتور والأونر أو الكلاينت، وهنكتشف إن في طرف ثالث اسمه البروجكت. طيب بيتنازعوا النزاع ده ازاي، او وجهه نظر كل واحد ايه، هنتكلم بقى عليها. خلينا نقول ان الكونتراكتور وجهه نظره ايه في الموضوع ده. الكونتراكتور وجهه نظره بيقول ان الفلوت بتاعي، لان انا اللي عامل البرنامج وانا اللي بنفذ، فانا من حقي اغير السيكونس في اي وقت بغض النظر عن الكريتيكال باث. هو طبعا بيتكلم على الاكتيفيتيز اللي ما هياش ايه على الكريتيكال باث، لان دي اصلا ما عليهاش فلوت. الدفاع الثاني اللي بيقول ان الفلوت ده ريسورس للمقاول، من حقه يستفيد بيه، يأخر بعض انشطه، يقدم بعض انشطه، وده من حقه بقى ان هو يستفيد بيه، انت ما تاخدوش منه كمالك او ما تاكلش الفلوت دايما بتاخيراتك. الحاجه الثالثه بيقول ان ده كونتينجنسي موجود عنده في البرنامج هيدن، يقدر هو يستغله في اي وقت ان كيس حصل ديلي في الاكتيفيتيز دي، يقدر يرتب نفسه ويريكفر الكلام ده. طيب الدفاع الثالث ان بيقول ان في حاله ان العقد لم يذكر الفلوت بتاع مين، وهنتكلم عن النقطه دي، هو العقد ينفع يذكر يقول الفلوت بتاع مين؟ بنقول ان لا، ده بتاع المقاول طالما ما حدش اتكلم عليه. دي كده الدفاع بتاع المقاول في حقه في استخدام الفلوت. طيب لو قلنا الكلاينت بيقول ايه؟ بيقول انا اللي دافع ثمن المشروع، انا دفعت كامل الفيز بتاعه المقاول زي ما طلب للمشروع، فوقت المشروع كله بتاعي. الحاجه الثانيه ان انا لازم اقدر اعمل كنترول للمشروع بتاعي عن طريق الفلوت عشان اريديوس الكوست او البروجرس بتاعي، او لو انا مثلا في فاريشن هنزله او حاجه زي كده، ده من حقي. ده الدفاع بتاع الكلاينت. الحاجه الثالثه بيقول ان السكادول اللي انت عامله يا مقاول اللي بتقول انه بتاعك، ما انت عامله ليا انا، ما انت مش عامله لحد تاني، فانا من حقي انا استفيد بالفلوت اللي فيه. الدفاع الثالث او وجهه النظر الثالثه بتتكلم على ان البروجكت اون ذا فلوت، او ان في جوينت اونر شيب للفلوت. يقول ان الفلوت موجود في المشروع، اللي يستغله الاول هو اللي ايه، هو اللي بقى بتاعه خلاص، اللي اتاخر الاول يبقى هو اخد الفلوت، وبعد كده الثاني ملزم بالكلام ده. ده كده الثلاث دفعات بتاعه الفلوت. ده كده الجزء الاول من هو اونز ذا فلوت. الجزء الثاني ان شاء الله موجود على يوتيوب برضو، احنا بس بنحاول نقلل زمن الحلقه عشان الناس تقدر تتفرج عليها في العربيه، في المكتب، في اي وقت، يبقى بسيط باذن الله. والجزء الثاني بقى نكمل نتيجه الفايت ما بين الاطراف المختلفه.